يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر هوا راديو روتانا واكيد شاشه عمان تي في. بدايه اسبوع جديد ان شاء الله بتحمل معاها اخبار ايجابيه وطمانينه للجميع. صباح الخير ندوشتي. صباح الخير رهوفتي، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حلقه جديده من مشوارنا الصباحي. والله لقينا لكم مقال مميز جدا عنوانه قمع الدموع لن يخفي الحزن، تسع نصائح عملية للتخلص من الذكريات السيئة. بتعرفوا أنه البكاء والشعور بالحزن هو استجابة عاطفية طبيعية للأحداث الصعبة اللي بتمر بحياتنا. هلأ بالرغم من أنه شعور طبيعي ولكن التخلص منه ما بيكون إشي سهل. الفكرة بأنه إحنا لما بنشعر بالحزن الشديد، وهذا إشي يعني أنا شخصياً جربته عشان هيك حسيت هاي المقال كتير هيك لمست قلبي، بأوقات معينة أنت بتنصدمي، بصير معك مشكلة، بتحزني، بتتعرضي لفقد، لفراق، لا 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 لا، ما بتعبري عن مشاعرك لأنه بيكون مطلوب منك أنك تكوني قوية ومطلوب منك أنك توقفي على رجليكي. أنت بتفكري أنه خلص هذا الحزن راح. كيف بيترجم هذا الحزن؟ بيترجم لقلق أو ما يسمى بالبانيك أتاكس، بيترجم لاكتئاب غير مفهوم يعني بيجي بلا انذار، بيترجم للحظات بتشعري فيها انه بدي ابكي وبدي انفجر بس بطلوا الدموع يقدروا ينزلوا. الله عليك. هذا الاشي غلط، لازم الواحد يفرغ اول باول. بعدين في شغلة يا جماعة، مرات احنا بنحزن وبنصير بدنا نداري حزننا فيتحول الى غضب. صح. هاي بسموها رذيلة عدم خوض المعارك في وقتها. لما انت تحس حالك حزنان، متضايق، عندك غضب من فقدان معين، يجب أن تعبر عنه حتى ولو كلامياً أو لفظياً. ليش؟ ليش هو رذيلة عدم خوض المعارك في وقتها؟ لأنه هذا الحزن سيترجم إلى غضب، وهذا الغضب سيظهر في الوقت الخطأ وللأسباب الخطأ وللناس الخطأ الذين ليس لهم أي ذنب. فإحنا اليوم مع فكرة أن تعبر عن كل أنواع مشاعرك سواء كانت إيجابية أو سواء كانت سلبية. الحزن مش للضعفاء، الحزن للجميع. إحنا كبني أدمين منفرح ومنحزن. إنك تحاول تبين وتبذل مجهود لتخفي حزنك، هذا الإشي رح ترجع تدفع ثمنه للأسف. فما عمركم تفكروا، خصوصا الرجال، لانه احنا مجتمعاتنا الرجال مطلوب منهم انهم ما يحزنوا، ما يبكوا، ما يحسوا. انت قوي، انت ثابت، انت زلمه، انت بدك تشيل العيله، اذا انت وقعت الباقيين بيوقعوا. في فرق بين ان نحزن وبين ان ننكسر. طبعا هون الفرق. الكسره مش حلوه لولا بني ادم، بس انك تحزن وتاخذ وقتك وترجع توقف من جديد وانت هيك نظيف من جوا، ما عمرك بتنكسر. برافو عليك. شوفي رهوف، أنا في شغلة أو في نظرية أنا مآمنة فيها. ذاك اليوم كنت أقرأ بكتاب الفرح، ما بعرف إذا بتوافق معي. أنا بحس الأشخاص اللي بيحزنوا على حالهم وعلى ظروفهم وكذا وكذا، هم أشخاص بيعرفوا أتليست قيمة حالهم. كيف يعني؟ هلأ في إشي بدنا نتفق عليه، إن أولادك يعرفوا قيمة حالهم، هذا الإشي أنت بتزرعه فيهم وفي نفوسهم. ما في شخص يولد بشعور كامن بالدونية. كلنا مولودين لسه مش عارفين شو نظرتنا تجاه أنفسنا، هل منطلع حالنا هيك لفوق ولا منطلع عليها لتحت. صح. انتو كأهل، البيئة الحاضنة هي التي تصنع هذا القرار. هاتي أعطيكي مثل. ولدين لأبو محمود، أبو محمود عنده ولدين، تجوزوا بنتين. أبو محمود كان يعنفها لأم محمود. هدول الولدين بعد سنة بدأوا بضرب زوجاتهم. الست الأولى تربت في بيت عنيف، فلما كان يضربها جوزها شو كانت تعمل؟ تعودي. تحرد لها نص ساعة وترجع عادي. هل هاي الست هي أصلاً مولودة بهاي النظرة لنفسها؟ لا، هي كانت تشوف إنه أبوها كان يضرب أمها وأبوها كان يضربها، فبالتالي هي ربيت في بيئة شاعرة بأنه أنا أكيد عملت إشي غلط أستحق عليه الضرب، وكأنه هذا الطبيعي، كأنه هذا الطبيعي، فبطلت تحزن على حالها. البنت الثانية متربية ببيت فيه قيم، فيه أخلاق، فيه احترام للمرأة. أول مرة حاول يضربها فيها راحت حردت عند بيت أهلها 3 أشهر. إجا أبوها قال له إذا بتمد إيدك عليها بكسرها.
فالناس اللي ظروفهم طحنتهم ببطلوا حتى يحزنوا على حالهم. فأنا بنظري الحزن هو دلالة إنك أنت عارف قيمة حالك ومدرك ما هي ظروفك. في اللحظة اللي بتبطل فيها تحزن، إذن أنت صرت شخص الخميس عندك بشبه الثلاثة، وهون تكمن الكارثة. أنا هيك بشوفها. صح 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 ص